الثالثه بعد الذكيه ديال الدخله والذكيه ديال العيون جاء الدور ديال الذكيه ديال الاقلمي وتم الاختيار على السي عزيز همونكا اللي هو عضو المكتب واللي هو من الناس الاوائل اللي التحقوا بالاتحاد اللي تنشكروه بزاف على حسن التعامل ديالو وحنا تنطلبوا منه باش يبلغ التحيه ديالنا لجميع الوقائع المتواجدين في الجهه ديالو والكلمه السي علي ناطق رسمي باش يكمل الكلام ديالو. تنشكروه مجددا وكنقولوا له بالنيابه عن السيد الرئيس اللي كلفنا باش نسلموا له التزكيه انه الرجل المناسب في المكان المناسب مسنا فيه الاخلاص مسنا فيه التفاني ديالو والغيره ديالو الكبيره اللي كيدعمنا في كل طريق وحنا نناقش مساله ديال اننا يجب ان نضع اليد في اليد وان نتحد لانه يد الله مع الجماعه. فهنيئا لك سي عزيز وكنشكرك مجددا وتبارك الله عليك. سي عزيز كنشكركم وكنشكر الجميع وكنشكر سعادة الرئيس وكنعتذر منكم بما على التفاعل ديال هذه الرحله هذه وكنشكركم بزاف على الزياره ديال الاقمار الصحراويه وكنتمنى ان شاء الله هذه الزياره تتقبل ان شاء الله يتقبل في المنطقه في الفرصه هذا ومرحبا بالجميع ومرحبا بكم في الجهه ديال بنين والبنود وبداركم مرحبا بكم. الله شكرا ناكد الاخوان اللي ما كانوش معنا اننا فضلنا نمشيو في السياره ونجيو السياره للكركارات مع جميع هذا القطاع هذا لاننا حنا حبينا نتلاقاو وندوزو واحد الوقت افضل واطول من الطائره لان الطائره الوقت قصير وفي السياره وقت طويل كاينه معاناه ولكن ديك المعاناه تتخلينا نزيدو نتلاحمو ونزيدو نوصلو للاهداف ديالنا. فالحمد لله هادو ثلاثه المحطات اللي هما كانوا هادفين وان شاء الله غادي ننتظرونا في محطات اخرى على اساس نكملوا التزكيه لجميع الموسيقيين ديال المغرب ان شاء الله. والسي لطفي غنتسناو الكلمه ديالو باش نختمو. تنزكيو السي عزيز وتنتمناو ليه التوفيق في الجهه ديال قلمي مواد مون وكيف قال السي الريابي هي كانت واحد الرحله شيقه وخا العناء ديال الطريق وهذا يعني فاش كنشوفو هاد اللمة وهاد الملحمة هادي تنتجاوزو كلشي ونسينا الأتعاب ونسينا المشاكل العامة اللي تخطفنا فيها هادي المدة ديال 10 شهور ومن هنا تنقولو للإخوان ديال الموسيقيات الجهوية نزيد بأنه هاد الرحلة كانت رحلة شيقة وكان واحد السيد معنا اللي كنا تنعرفوه عن بعد واخا تنعرفو عن قبل ولكن عرفنا فيه شي حوايج اخرى هاد المرة في هاد الرحلة هو سي العبادي واحد الانسان اللي غادي تشوفوه وغادي تعرفوه مزيان ملي غاتعيشو معاه. فالاخوان تنقول لك انا ما متفقينش معايا ما يديروش هكا ديرو هكا سي العبادي ايما العبادي ايما العبادي ايما العبادي الكلمة ديالك للاخوان ديالنا. اي شكرا بزاف. اولا تنهنئ السي عزيز على هاد التزكيه وهذا راه قبل ما يكون تشريف راه تكليف. انت دابا تبارك الله راك حامل مشعل ديال هاد الجهه كنتمناو لك التوفيق مع الاخوان ديالك وانك تزيد بهاد الجهه ان شاء الله. وتحيه الاخوان كاملين تحيه الناس اللي مشاو معنا في القافله واللي تحملوا عناء ديال السفر ولكن كما قال السرياري فالاكيد الرحله دارت ممتعه لان كل محطه كدوز منها الا وكتخلي البصمه. فتحيه الناس ديال الصحراء المغربيه اللي كانوا استقبلونا تنشكرهم على كرم الضيافه وحسن الطرحات. فدائما تنقولوها فاحنا كمغاربه غنبقاو دائما تحت الاراضي الصحراويه ودائما ندافع على الاراضي الصحراويه. فعاش الملك وتحيه لجميع الاخوان وتحيه للاخوان ديال الاتحاد والسي وتنشكروا الشكر الجزيل والشكر الكبير كيرجع للسيد الرئيس السيد جمال الحياه. فتحيه من عبد المنبر ليه ولجميع الاخوان اللي كانوا في الموعد. شكرا لكم. سي مصطفى بن مبارك خصنا نسمعوا الصوت ديالو لان هو هاد الرحله هادي راه بدا معنا من نهار الخميس ولحد الساعه مازال معنا يعطينا الراي ديالو في الاتحاد وفي فكره الرحله وفي النشاط اللي قدام. السلام عليكم. بصراحه تشكر الاخوان ديال الجامع كاملين سي عزيز وتنهنيو على السكين ديالو. وصراحه الاتحاد هو مولود جديد ولكن
هذاك مولود الواحد كان جا ما عارفش وقتها يعني تاسس هذا الشيء هذا الاتحاد. ممكن أن يقول الاتحاد عنده واحد 6 سنين 7 سنين حتى 10 سنين انه بالعمل اللي دي تعملوا الاخوان هذو شناهم يعني عشنا معهم هذا الشيء يعني عمل وتيقوموا بشي حوالي زعما صراحه يعني انا لو ما كنتش عارف حتى تاسس ممكن انا نقول 10 سنين 8 سنين لانه يعني خدمه تبارك الله خدمه في المستوى. نتمنى لهم التوفيق الاتحاد لانه حنا كممولين عندنا علاقات تضبطنا مع اصحاب القاعات وبدات بخطرات هذه العلاقات تتوتر شويه ولعده ولكن ديك اللمه اللي كانت في الاول ما يبقاش ديك الحزازات. نتمنى ان شاء الله باذن الله ونتمنى التوفيق للجميع وتنشكر الاخوان ديال المناطق الصحراويه السي صدام والسي الليلي على حسن الاستقبال والضيافه ديالهم. وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال الصحراء نوسي عزيز بالميم باب الصحراء. ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى الاخوان كاملين الصحه والسلامه ونتمنى ان شاء الله مسيره موفقه في العمل ديالهم لانهم تيقدروا يقوموا واحد العمل اللي زعما صراحه راه يشكرون عليه. شكرا 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 الاخوان. وانا مطوريت انا كان نشكر السي عزيز على الاستضافه وكنباركوا له الجزئيه ديال الرئاسه ديال الجهه ديالو بالميم والحلول. وحنا في دورنا كنا معه كناس ديال سدا اللي هو السي مبارك جينا واستمتعنا مع الرحله معهم ومشينا للقرقارات وتزدعنا بزاف المناطق واستضافونا بزاف ديال الاخوه المشكورين منهم الناس ديال الداخله والناس ديال العيون. الحمد لله استمتعنا بالرحله كما قالوا الاخوان كان فيها العناء ولكن زادت اللمه بيناتنا وتعرفنا على بعضياتنا اكثر وحددنا بزاف ديال الامور اللي كانت في الميدان ديالنا. وبفضل الفكره اللي كانت من اصحاب ارباب القاعات واللي هما كانوا الفكره اللي جابوها كانت في المستوى واللي خلاتنا اننا نتعرفوا مع الممولين كاملين على ربوع المملكه. مشكورين على هاد الفكره الرائعه اللي زادت اللمه ديال الممولين. وحنا بدورنا كما كنقولوا كنكونوا دائما مع اصحاب ارباب القاعات. اذا الهم ديالنا هو واحد وشكرا للجميع. شكرا للجمال السعيد الاداري. مسؤول جهوي على المنسق الجهوي جهاز الميم والميم وكذلك الاخوان الكبيرين المنسق والجهاز الاخرين ديال الصحه والعلا السي سكندو والسي القرباني. وبالحقيقه هذه الرحله هذه منشوده بهم فينا الهنا يعني فينا الهنا صله الرحيم ودينا مثلا نعبروا على القيم الوطنيه والترابط ديالنا التلاحم مع الاقاليم الصحراويه. وجينا ورجعنا بواحد غانمين اننا تواصلنا مع الاخوان ديالنا المسؤولين ولا المنسقين الجهويين. وفي الحقيقه الفكره هذه هي فكره رائعه ونيره وكنشكر الاخوان اللي كانوا وراء هذه الفكره هذه اللي الاتحاد المغربي للارض اللي مسير قاعه الحفلات كما قلنا السيد الرئيس جمال الحيان. ونتمنى ان شاء الله ان هذه المساله هذه تواصل ونزوروا باقي الاقاليم باقي الجهات ان شاء الله باش اننا نوفقوا جميع الجهات ديال المملكه. ونتمنى الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا. ما فيها باس ما فيها باس غير نصفوا على بضياتنا ونصفوا غير شي كلمه من عندك. انا سنت المستشار ارباب ديال الاتحاد المغربي يعني تنظيم قوي اللي غادي يعطي واحد الصوره جديده اللي خص يكون عليها تنظيمات مستقبليه. مجموعه ديال الاخوان من جميع المناطق
كاين واحد المحمه، كاين يعني اواصر ديال الترابط، كاين الاخوه، واللي اهم من هذا الشيء هو المساهمه في التعبير عن القضيه الوطنيه. الاخوان هو ان الاتحاد المغربي راه صعيب التاسيس، راه مازال ما وصلش ديك 7 شهور ولا 8 شهور، ومع ذلك الانجازات غادي يقولوا الاتحاد والسي جمال الاحيان برافو 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 ديما الاتحاد ديما الاتحاد. غير للاضافه ما ننساوش دائما الصحافه في شخص السي الغازي اللي رافقنا في هذه الرحله، واللي كان نعم الصديق ونعم الاخ ونعم الصحفي، سفير بمعنى الكلمه، يعني سفير اتحاد وصحفي متميز بمقالاته وبرؤيته المتبصره، فكنشكروه وكنشكروا جميع الاخوان ديال الصحافه المغربيه المكتوبه والمقروءه والمسموعه، شكرا جزيلا.